تحياتي لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقة برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم يتجه إلى أقصى الغرب من الكرة الأرضية، حيث تقع الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الحريات وحقوق الإنسان في العالم، وبالتحديد إلى مدينة بالتيمور التي شهدت في الفترة الأخيرة موجة من الاحتجاجات العارمة من قبل المواطنين السود الأفارقة أو ذوي الأصل الأفريقي في الولايات المتحدة، وذلك بعد مقتل الشاب فريدي جراي على يد الشرطة الأمريكية، مجموعة من ضباط الشرطة كما توجه إليهم الاتهامات. 6 ضباط ساهموا في قتل هذا الشاب. محامي هذا الشاب يقول إن عموده الفقري قد كسر بنسبة 80%، أيضا رقبته كسرت خلال موجة من التعذيب أجريت عليه أثناء احتجازه في أحد مراكز الشرطة. هذه الموجة من الاحتجاجات للسود الأفارقة في الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن الأولى ولن تكون فيما يبدو الأخيرة، فقد سبقتها احتجاجات في ولاية ويسكونسن بعد مقتل شاب أسود أيضا على يد الشرطة الأمريكية في مارس الماضي. أيضا في ديسمبر عام 2014 قتل شاب أسود في مدينة فيرغسون على يد الشرطة الأمريكية، مما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة بعد كل تلك الحوادث، وهل لها من إيقاف، وكيف يمكن تجنبها، وكيف تتعامل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأقليات أو بمواطنيها العرقيين المختلفين فيها، ستكون هذه الحلقة، والتي سيشرفنا فيها الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. مرحبا بك. وقبل أن نبدأ معا في تحليل هذا الحادث، نتجه مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير الذي يروي تفاصيل ما حدث في بالتيمور. كونوا معنا. سلسلة من الاعتقالات يواجهها متظاهرون غداة احتجاجات في بالتيمور بشرق الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ اضطرابات مدنية شهدتها البلاد منذ عقود. شرطة المدينة قامت باعتقال عدد من المتظاهرين تحدوا حظر التجوال للاحتجاج على وفاة شاب أسود داخل عربة للشرطة، مما أدى إلى أعمال شغب في المدينة الواقعة بشرق البلاد. المتظاهرون الذين تحدوا حظر التجوال طالبوا بالعدالة من أجل فريدري جراي الشاب البالغ من العمر 25 عاما، وتوفي في 19 من إبريل متأثرا بإصابة خطيرة. تزامنا وجهت المدعية العامة في بالتيمور اتهامات جنائية ضد 6 من ضباط الشرطة في اعتقال ووفاة فريدري جراي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتبر أن كشف حقيقة وفاة الشاب الأسود أثناء توقيفه لدى الشرطة أمر حيوي للغاية. وبعد أعمال الشغب في بالتيمور اجتاحت مظاهرات مدنا رئيسية أخرى في تكرار لمظاهرات نظمة العام الماضي احتجاجا على مقتل سود عزل برصاص الشرطة. ففي نيويورك تظاهر مئات الأشخاص في يونيون سكوير بوسط منهاتن رافعين لافتات تطالب بالعدالة لفريدري جراي بوجه خاص وحياة السود بشكل عام. وأثارت قضية جراي مجددا الجدل القائم في الولايات المتحدة حول ما إذا كان عناصر الشرطة يتسرعون في بعض الأحيان في استخدام العنف ضد السود وخصوصا الشباب منهم. وبين أبرز تلك الحالات قضية فيرغسون بولاية ميسوري، حيث قام شرطي أبيض بقتل الشاب الأعزل مايك براون ما تسبب بأعمال شغب، لكن لم يتم توجيه التهم له أمام هيئة محلفين كبرى. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بالأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. مرحبا بك. وكيف تقيم ما حدث مؤخرا في الولايات المتحدة؟ في الحقيقة في عدة ملاحظات سريعة. أول حاجة أنه لا يجب أن نناقش قضية استعمال القسوة مع المتظاهرين في الولايات المتحدة باعتبار أن ما يحدث في مصر يحدث في دول عربية يحدث في الولايات المتحدة. لكل دولة خصوصياتها وشأنها في كيف تتعامل الهيئة المكلفة بإنفاذ القوانين وهي الجهات الشرطية مع مواطنيها حال التظاهر أو فض التظاهر أو حال احتجازهم على ذمة قضايا. دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه هذه القضية
أقدر أقول أنها ليست قضية سياسية في المقام الأول. ليست قضية سياسية. لو أردنا أن نتناول هذه القضية من منظور أنها ضد العنصرية أو تمييز ضد السود، يبقى قدامي كذا حاجة بتقول أنه الموضوع مش كده. أولاً، عمدة بلتيمور أسود، الأغلبية من السكان سود، عدد ما يزيد عن نصف قوات الشرطة في بلتيمور من السود. فأنا هتناولها في إطار أو في سياق أنها قضية تخل بمبدأ العدالة. عشان كده التقرير اللي حضرتك عرضته كله لا يتحدث ولا قال جلادين ولا قال سفاحين ولا قال أداة في يد، تحدث عن قضية العدالة. ولماذا قضية العدالة في الولايات المتحدة؟ لأن الولايات المتحدة قدمت نفسها للعالم بأنها راعية، زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة، راعية حقوق الإنسان، وهي المدافع الأول والأخير والوحيد تقريبا في العالم عن حقوق الإنسان بما فيها أو جوهرها العدالة بين جميع المواطنين وبالمساواة بينهم على أساس الدين والنوع إلى آخره. ففي السياق ده أنا أقدر أقول لحضرتك إنه هذا مشهد يهدد سمعة الولايات المتحدة باعتبارها قدمت نفسها لنا على أنها دولة تراعي الحقوق المدنية وتراعي حقوق الإنسان. الأمر الثاني أنها قضية، وأنا متفق مع حضرتك، لن تكون الأخيرة، وأتوقع أنها سوف تزداد في الفترة القادمة، لأنه في ناس كتير هتبدأ تخش على الخط فيما يتعلق، شوية تبقى عنصرية، شوية تبقى ضد الأقليات، شوية ضد البيض، ضد السود إلى آخره. لكن سمعة الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحقيق العدالة لمواطنيها المتنوعين عرقيا ودينيا ونوعيا إلى آخره في خطر، لأن لم نعهد عن الولايات المتحدة مثل هذه التصرفات، لا سيما أنه ده ليس الحادث الأخير، وهذا يأتي عقب شهور قليلة من التقرير الذي سرب من الكونغرس من لجنة الاستخبارات حول ما حدث في معتقل غوانتانامو للمعتقلين من الخلفية الإسلامية. طيب، أنت تقول إن هذا الحادث لن يكون الأخير، وهذه الاحتجاجات بما معناه أن هذه الاحتجاجات قد تنتشر كالوباء في الولايات الأخرى، هل يهدد هذا مستقبل الولايات المتحدة، خاصة أنها يعني تعتبر هي دولة مهاجرين؟ يسود فيها الجنس الأبيض مسيطر على مقاليد السلطة، حتى ولو كان الرئيس من أصول إفريقية، ولكن السود يمثلون الأغلبية الثانية، أو لا يمثلون أصلا أقلية، لا نستطيع أن نقول إنهم أقلية، ولكنهم الأغلبية الثانية. هل يهدد ما حدث إذا انتشر تماسك الولايات المتحدة ككيان يعتمد على اتحاد فيدرالي بين الولايات؟ اتفقت مع حضرتك اهو في نقطتين. اختلف بقى معاك هنا. هذا لن يحدث في دولة كالولايات المتحدة. ليس من قبيل ان انا مغرم ولا احساس بالدونية، لكن الواقع والتاريخ والجغرافيا يؤكدوا ان الولايات المتحدة لديها نظام قانوني وقضائي ودستوري متماسك، وهو هذه هي القاعدة التي تحكم كافة التصرفات بين أجهزة الدولة، حتى الدولة الفيدرالية المختلفة، يعني داخل الولايات وعلى مستوى الدولة المركزية. أنت أثرت نقطة هامة جدا، أن الولايات المتحدة ستنجو من كل ما قيل عنها أنها يمكن أن تتفكك بتطبيق القانون، والقانون فقط وعلى الجميع، مش بالبطل. وبالفعل هي يعني تم القبض على 6 من قوات من رجال الشرطة، وفيما يبدو أنه يجري تحقيق معهم رغم اعتراض اتحاد الشرطة في مدينة بلتيمور. أنت تتحدث عن تطبيق القانون والذي ينأى بأي دولة عن اتهامها بعدم مراعاة أي ما يتعلق بحقوق الإنسان. الأصل في التعامل بين المواطنين بعضهم البعض وبين المواطنين والدولة أو مؤسسات الدولة هي القاعدة القانونية، وطالما أن القاعدة القانونية وضعت بحياد وتجريد، هذا هو الضمان لتماسك الدولة. إنما عندما توضع القاعدة القانونية على أساس الهوى، أو من يشرع لا يشرع لمصلحة المجتمع ولا لمصلحة المواطنين، ولكن لمصلحة سياسية ضيقة، هنا يحدث الانفراد. خلينا نتكلم بصراحة. في 25 يناير قامت الثورة المصرية، وسبب رئيسي من بين أسباب قيامها كان عنف الشرطة قبل 25 يناير مع المواطنين المصريين، لا يمكن أن ننكر ذلك. تمام؟ ده سببه إيه؟ أن القواعد القانونية الحاكمة التي تحكم العلاقة بين الشرطة المصرية وبين المواطن فيها خلل لصالح قوات الشرطة،
هنا أحس المواطن بالخطر، أحس بالظلم، القانون والقضاء لم يقتص له. هنا كانت أسباب متعددة، لا شك أنه على رأسها هذا العنف أو هذه العلاقة الغير متوازنة. في الولايات المتحدة هذا مش موجود، لأنه القاعدة القانونية وضعت في إطارها الصحيح. النائب الذي يشرع يأتي تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب الأمريكي، ولما الناخب الأمريكي ما بيعجبوش النائب اللي جابه ما بيرشحوش مرة تانية. فالقاعدة القانونية قاعدة ثابتة وتحكم العلاقات. في لجنة الحريات المدنية أنشئت في الولايات المتحدة منذ الستينات، يعني نقدر نعتبرها خط الدفاع عن ما يتعلق بانتهاك الحقوق المدنية أو التمييز إلى آخره. فلن يحدث في الولايات المتحدة أن تتهاوى السلطة وتقوم الثورة وينفرط عقد الدولة وتقوم الأقليات، لأن التماسك الدولة مبني على قاعدة قانونية سليمة شرعها نواب أتوا بانتخابات حرة ونزيهة من قبل الناخبين الأمريكي. طيب، البعض يفسر ما حدث في هذا الحادث أن العقلية الأمريكية بطبيعتها من بداية الهجرة الأوروبية ومن كل دول العالم إلى الولايات المتحدة وما شهدته من إبادة تقريبا للأهالي الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية هي عقلية عنيفة، وهي عقلية اعتادت التعامل بهذا المنطق. هل تؤيد هذا الطرح أم أن هذا اختفى؟ لا، هذا قياس مع الفارق. يعني ما حدث مع المواطنين الأصليين من الهنود الحمر كان له سياقه التاريخي والجغرافي إلى آخره، لكن نحن الآن أمام دولة، أأكد تاني، أرسيت على مبادئ دستورية وقانونية تستوعب جوهر هذه المشكلة، أنها دولة ذات تعددية عرقية وإثنية ونوعية واختلاف في اللون. فيجب على الدولة التي تريد أن تحافظ على 50 ولاية، كل ولاية بيسكنها تنوعات مختلفة من جنسيات مختلفة، يجب أن يكون القانون هو الإطار الوحيد الذي يحكم العلاقة بين المواطن والدولة. إنما هل حضرتك تعتقد أنه على مدار أكثر من 200 عام تظل الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم بنظامها القانوني والقضائي وبحادثها أي مكان بقى؟ ما بقى لا أتحدث عن معايير مزدوجة، لكن أتحدث عن تمتع، مدى تمتع المواطن الأمريكي بحقوقه المدنية داخل الولايات المتحدة. 10/10، سيبك مما تفعله إدارة الولايات المتحدة خارج الولايات المتحدة، لكن المواطن الأمريكي يتمتع بحقوقه دون تمييز على أي أساس، لا لون ولا دين ولا جنس ولا أي شيء آخر. يبقى هذه الدولة التي عرفت، حضرتك قلت ده، الدولة الأمريكية عرفت أنها دولة ذات طبيعة خاصة وطبيعة مركبة، وتستلزم هذه الطبيعة المركبة أن يكون هناك معيار جوهري ثابت ورصد. فعشان كده أنا مش متفق إن ده ممكن يهدد في المستقبل أي خلل في الولايات المتحدة. طيب، وقد انضم إلينا الآن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن. مرحبا بك دكتور نبيل. يعني ما هي أسباب تكرار مثل هذا الحادث وعلى فترات متقاربة منذ ديسمبر من 2014 حتى الآن تقريبا 5 حوادث من هذا النوع، عنف من قبل الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ دي قضية كبيرة ممكن تفسيرها كالآتي. العنف بيحدث في المدن، في الأربن سنتر، فالمدن دي بتضم أعداد كبيرة من الناس. يعني مدينة بولتيمور فيها حوالي 600,000 واحد، تقريبا يعني نصف مثلا التلف من المواطنين السود، يعني حوالي 200,000، فدي نسبة عالية. فلو قوة، أي قوة شرطة، أي قوة بوليس عاوزة تتعامل معاها أكيد طبعا هيبقى في مشاكل، لأن التعامل ده يومي. وفي مناطق سيئة جدا، في مناطق فيها مخدرات، فيها جريمة. فكمان انت عارف يعني البوليس في امريكا بيضم الاقليات، يعني في مثلا مواطنين من اصل اسيوي، من اصل امريكا اللاتينية، مكسيكان، فالعملية الكوميونيكيشن بتبقى صعبة جدا. فممكن جدا يبقى في عنف ما بين رجل البوليس والشخص العادي. ممكن مثلا يقول يعني مثلا في بعض الاحوال او في القضايا اللي سمعنا عليها ان رجل البوليس اشتبه في الشخص ده، قال ان التحريات احنا شايفين صورته، ده متهم بقضيه كذا، ده متهرب من حكم محكمه. فاستعمال السلاح بيبقى مبكر في الجوانب، وده طبعا بيؤدي لمشاكل كبيره.
طيب يعني دكتور نبيل، وأنت يعني مصري ولكنك في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، هل ما زالت قطاعات من ذوي الأصل الإفريقي في الولايات المتحدة تشعر بالغبن حتى في ظل كل ما يعني نراه من حريات للمواطن الأمريكي داخل بلاده؟ طبعا لا شك في هذا. وبعدين موضوع الحوادث دي يعني نبه لنقطة مهمة، هي تعامل رجال البوليس مع المواطنين من أصل أقليات. يعني اللي حصل مثلا في بولتيمور مؤخرا، يعني منطقة شمال بولتيمور دي كلها منطقة فقيرة وفيها أغلبية سوداء، في بعض أقلية بيضاء، فلما كل المنطقة تتمرد، يعني أنت عندك بتتكلم على حركة احتجاج حوالي 30-40 ألف واحد، وده مش عدد أكتر كمان، فيعني أكيد طبعا هيبقى في مشاعر غضب. كلهم سمعوا بخبر الصدام ما بين رجل البوليس والشخص ده اللي لقى حتفه، فهتبقى حاله غضب شامله هتشمل يعني 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 دكتور نبيل، يعني كسر العمود الفقري بنسبه 80% وكسر الرقبه، هل هذا معتاد في مراكز الشرطه الامريكيه؟ لا يعني دي هتبقى حالات نادره، مثلا احتجاز متهم في اسم البوليس وبعدين اثناء الاستجواب حصل شويه مشاكل وبعدين استخدموا العنف، لا الحاجات دي ما بتحصلش. وبعدين بقى في منظمات حقوقيه ومنظمات غير رابحه، نان جفرمنت نان بروفيت وكده، دي بيهتموا بالقضايا. دكتور نبيل، لاحظنا يعني ان هناك نسبه عاليه من البيض ايضا يتظاهرون ضد ما حدث، هل هذا طبيعي في الولايات المتحده؟ الى حد ما هذا طبيعي، خصوصا في المواقف السيئه دي، لان هم اولا عاوزين يعززوا العلاقه ما بين البيض والسود، ثاني حاجه هم بيحتاجوا فعلا احتجاج يعني اصيل ومش اي يعني تشويه على سوء معامله المواطنين السود من بعض افراد رجال الشرطه. طيب يعني بعض وسائل الإعلام، في أنا أتحدث عن مصر، هم يقولون انظروا إلى ما تفعله الولايات المتحدة بمواطنيها، انظروا كيف تتعامل الشرطة مع المتظاهرين، انظروا هناك تجاوزات في الشرطة، هل نستطيع أن يعني هل يمكن أن تتخذ دول العالم الثالث هذا مثالا يحتذى به في مواقف معينة، أم أنك ترسل لهم رسالة من الولايات المتحدة أن هذا الأمر ليس عاما هناك؟ لا، هو الرسالة اللي المفروض تتبعت كالآتي، أن التعامل ما بين رجال البوليس والأفراد من الشعب العادي 95% منه سليم وما فيش أي مشاكل، لكن دي مهنة صعبة، أكيد هيبقى في مواقف في غاية الخطورة، بيتم تهديد شخص واحد، استعمال السلاح، ده ممكن يحصل في أمريكا، ده ممكن يحصل في مصر، ممكن يحصل في كندا، ممكن يحصل في أي حد، لكن التعامل ما بين رجال الشرطة وبقية أفراد الشعب في غالبية العظمى سليم وضمن معايير القانون وما فيش أي إساءة لأي حد. بمناسبة القانون، يعني ضيفي هنا الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حينما سألته يعني هل يمكن أن يؤدي تكرار مثل هذه الحوادث إلى يعني انتشار شامل قد يهدد الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة، قال لا بالعكس، إن الولايات المتحدة ما سينجيها من هذا هو تطبيق القانون وتطبيقه على الجميع، هل تؤيد هذا الطرح؟ إلى حد كبير دكتور سعيد محق، يعني مش مفيش ثورة اجتماعية، لا هي دي أمور بتطرح يعني من حين لآخر وبتسائل النظام الأمريكي عن اتباعه للقاعدة الديمقراطية، عن احترام الأقليات، عن التعامل مع بين السلطة والأفراد، لكن ما أعتقدش إن هي هتؤدي إلى ثورة أو انهيار زي ما حصل 150 سنة الحرب الأهلية انتهت. الرئيس كارتر صرح قال إن أمريكا بعد 150 سنة من اغتيال لينكولن ونهاية الحرب نهاية الحرب الأهلية، ده كان الشهر اللي فات، أمريكا ما زالت منقسمة زي ما حصل قبل الحرب الأهلية. لا أنا أختلف معه، هو في عوامل انقسام في المجتمع الأمريكي، لكن أمريكا ما زالت موحدة ودولة كبيرة ودولة عظمى، لكن طبعا في أخطاء في كيفية تطبيق القانون. طب أخيرا وفي عجالة دكتور نبيل، لماذا تنقل لنا السينما الأمريكية أن السود هم بأنفسهم هم منعزلون عن المجتمع الأمريكي بإرادتهم، يعني حتى هم يتزوجون من بعضهم البعض، هل هذا الكلام صحيح؟
هو اي اقليه طبعا هتكون اقليه محافظه. يعني المشكله في التخطيط العمراني للمدن. هم ليسوا اقليه دكتور نبيل، يعني هم تقريبا الاغلبيه الثانيه او معادلين حتى للاتين، يعني على حد علمي، يعني هم ليسوا اقليه بهذا الشكل الكبير. لا، هو الاحصائيات في امريكا قالت ان عدد السود حوالي 12% من تعداد امريكا. امريكا حوالي 320 مليون بما فيهم طبعا ال 10 مليون اللي هم ما عندهمش اوراق، مهاجرين غير شرعيين. يعني انت بتتكلم على حوالي 40 مليون مواطن اسود. ففي مناطق في مدن امريكيه زي بولتيمور، زي نيويورك، زي فيلادلفيا، زي لوس انجلوس، يعني الحياه خلاص تعودت من جيل الى اخر. هناك سكن باعضاء هذه الاقليه، سواء اقليه عرقيه، اقليه دينيه، فبالتالي هتبقى في مناطق مخصصه لمعيشتهم. طيب الدكتور نبيل ميخائيل، استاذ العلوم السياسيه جامعه جورج واشنطن، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. واستاذ سعيد، اذا كانت لديك ملاحظات على ما قال دكتور نبيل. لا طبعا، الكلام هو ايدك طبعاً في طرح ان تطبيق القانون هو طبعاً الذي يعني سينأى باي دوله من التفكك. طالما في ثوابت يبقى ما فيش خوف من اي اهتزازات. عندما نقف على ارض صلبه نستطيع أن ننجو من كافة المشكلات، وعندما نقف على أرض مهتزة أو نقف على صفحة المياه سوف نتعرض في أقل المشكلات إلى كوارث. وهذا هو المثل الذي يجب أن نحتزي به في مصر. مش معنى أن الشرطة الأمريكية بتعذب يبقى زي شو، لا ما فيش الكلام ده. قضية التعذيب هي قضية ضد الإنسانية، جريمة أخلاقية، جريمة ضد القانون. فأرجو حتى ونحن نناقش قضية التعذيب في مصر أن نناقشها من هذا الإطار. ما ضيع قضية التعذيب في مصر أننا سيسنا هذه القضية تسييس أدى إلى إهدار حقوق الضحايا للأسف. نحن كيف سيسنا؟ عندما تحدث واقعة التعذيب نحن نتحدث أول ما نتحدث عن الشرطة وبطشها باعتبارها أداة في يد النظام وإلى آخره، وأن هؤلاء معارضين أو هؤلاء ثوار أو هؤلاء مختلفين مع النظام السياسي. وحتى قبل هذا بعد 25 يناير قبل الثورة كان نفس المسألة، دول جماعات إسلامية، دول جماعات جهادية. التعذيب بحق أي مواطن حتى الإرهابي مرفوض وممنوع. من حق السلطة أن تلقي القبض، أن تحيله إلى المحاكمة، أن تقضي عليه بأقصى العقوبة وهي عقوبة الإعدام، ولكن يحظر على الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين أن تتعرض إلى حياة المواطن لأنه أمانة تحت أيديه. فالدرس هل تغير هذا بعد يعني ثورة 25 من يناير؟ أم يعني هناك آراء متعددة الآن، رأيان مختلفان، يرى أن الشرطة المصرية عادت لتنتقم مرة أخرى من الثورة التي قلت إنها قامت عليها، وهناك من يقول إن هناك تحسنا في هذا الأمر. الأمر أنت كحقوقي أيوة كيف تقيم الأمر الثابت الذي لم يتغير؟ نحن لازلنا نسيس قضية التعذيب ونتاجر بدماء من تعرض ضحايا التعذيب من أجل مكاسب سياسية. ده الثابت. المتغير نعم هناك التعذيب فقط أم القتل أيضا؟ التعذيب يعني والضرب المفضي إلى الموت والاحتجاز بدون وجه، كل إساءة معاملة داخل الأماكن الشرطية. كويس، أنا بتكلم عن التعذيب باعتباره أبشع أنواع، يعني احتجاز مقترن بإساءة معاملة وتعذيب وممكن يؤدي إلى الوفاة. ده هذا هو السبب. المتغير الوحيد أن الشرطة تحاول أن تحتفظ بسمعتها وصورتها الجيدة التي أرستها بعد 30 يوم. هل نجحت في ذلك؟ أنا بقول لحضرتك حتى هذه اللحظة هناك محاولات جادة، لكن هناك خطوات للخلف، خطوتين للأمام وثلاث خطوات للخلف. في تغيرات بتحصل لكن التغير بطيء ولا يتناسب مع حجم المشكلات، لا سيما أن قضية التعذيب زي ما حضرتك شفت في بلتيمور، في مقاطعة من ولاية من 50 ولاية العالم كله اهتز. ليه؟ لأنه جريمة التعذيب هي جريمة ضد الإنسانية وتثير مشاعر الناس. حتى عندنا هنا تصرفات فردية ممكن يبقى 10 ماتوا في السنة أو 20 أو 30، ده مش عدد قليل، لأن تعذيب مواطن يساوي تعذيب آلاف المواطنين. لكن في النهاية اللي أنا أتمناه أن نصل إلى مرحلة أن تكون الشرطة جادة ولديها الإرادة وقنوات الاتصال والقلب المفتوح للاستماع إلى الانتقادات الموضوعية من قبل المتابعين سواء صحفيين أو إعلاميين أو حقوقيين، حتى نساعدها في أن تتخلص الشرطة من العناصر السيئة التي تسيء إليها. نحن نسمي دور الشرطة. هل تستمع إليكم الحكومة الحالية؟
هل هناك قنوات اتصال بينكم كجهات يعني محاربة لحقوق الإنسان وبين الحكومة الحالية؟ طيب أنا يعني لست ممثلة عن المجتمع المدني، ولكن أتحدث عن نفسي كمؤسسة حقوقية عاملة في هذا المجال. نحن ضمن منظمات عديدة لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لما كان ولا زال اللواء أبو بكر عبد الكريم وفريق العمل، ونزور السجون ونرفع التقارير ونقدم الشكاوى ونبحث عن الحلول ونعمل في إطار مفتوح. هل يستجيبوا بنسبة 100%؟ أكيد لا، أبقى راجل مش موضوع الوكالة. بأي نسبة يستجيب؟ يعني نقدر نقول بنسبة تفوق من 65% إلى 70%. استجابة للشكاوى. أنت تتحدث عن نسبة في الولايات المتحدة يعني أنا أتحدث عن نسبة معادلة. أتحدث قد يعني عما طلبناه، مش لينا، طلبناه في مجال مكافحة إساءة المعاملة والتعذيب داخل أقسام الشرطة مدى الاستجابة. لكن أحيانا طبعا تتصل بحد ما يردش عليك، أحيانا تبعت فاكس يتأخر شوية، أحيانا يبقى الموضوع يعني محتاج تفصيلات أخرى. لكن في النهاية أنا من بين المؤسسات لديها قنوات اتصال مع قطاع حقوق الإنسان، وشكاوية فيما يتعلق بهذا المجال تتحقق بنسبة من 65% إلى 70%. أنا هذه النسبة لا ترضيني، أنا محتاج 100%، لكن على الأقل هذا مقارنة بما قبل الثورة طبعا أفضل، لأنه على الأقل قبل الثورة ما كانش عندك هذه القناة المفتوحة. لكن طب لماذا تتهم يعني بعض يعني نحن يعني لاحظ 300 ملاحظة من المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة، زادت في الاجتماع الأخير إلى حوالي 400، أكثر من 400 ملاحظة. يعني لماذا يعني دائما ما نرى المنظمات الحقوقية العالمية ترى الأوضاع في مصر في الوقت الحالي ليست على ما يرام؟ 300 ملاحظة مش كلهم خاصين بالتعذيب، وال 300 ملاحظة نحن نتحدث عن التعذيب، نحن نتحدث عن الحريات وعلى حقوق الإنسان. دي لها ظروف مختلفة. أهم حاجة ناخد بالنا منها إنه مصر لم ترى برلمانا مستقرا ومستمرا بعد 25 يناير إلا لشهور قليلة. فالمفترض أن هذا البرلمان دوره هو تلقية التشريعات وإصدار تشريعات من شأنها تحديث حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر. فأولا مصر بلا برلمان، فعندك أحد هذه ليست حجة، يعني إحدى الحجج التي سقطها الإدارة المصرية لمجلس القومي المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يعني ليس هناك برلمان فلا نستطيع أن نصدر تشريعات حقوقية حتى الآن. ألم تلاحظوا أنتم كحقوقيون أن الحكومة متسارعة في إصدار قوانين، مئات القوانين في عدة اتجاهات وفي كل المجالات في الدولة بما فيها قوانين تؤثر على صحيح. على ملايين مثلا العاملين في الدولة قبل وجود البرلمان؟ ألم تناقشوا مع الحكومة هذه النقطة؟ صحيح، ولكن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى نقاش مجتمعي وتحتاج إلى اشتراك للفئة المستهدفة المنوط أو اللي تتعامل مع القانون ده في إصداره. يعني قانون الخدمة المدنية المقاطعة هذه أو المقاطعة يعني الذي يؤثر على تقريبا حياة 7 ملايين موظف في الدولة يعولون ما يقرب من أكثر من عددهم بثلاثة أضعاف على الأقل. أليس هذا قانون يحتاج إلى انتظار مجلس الشعب مثلا؟ يحتاج، وأنا يعني لست هنا لتبرير موقف الحكومة، أنا بقول إنه لا، أنا أتحدث معك ما أوردته الحكومة من رد على مجلس حقوق الإنسان، أننا الآن لسنا في وضع يمكننا من إصدار قوانين، وهي في نفس الوقت أصدرت قوانين تؤثر على حياة حوالي 21 أو 30 مليون مصري من أبناء أو أزواج أو الذين يعولونهم الموظفون في الدولة. المبرر موضوعي موضوعي وقد يتفهمه. لا، أنتم كجهات حقوقية يعني كيف تلقيتم هذا التبرير؟ أنا كجهات حكومية مع حقوقية تقييد حق رئيس السلطة التنفيذية في إصدار قوانين في غيبة البرلمان، هذه هي وجهة النظر الحقوقية، لأن السلطة التنفيذية الذي يحدث التوازن معها هي وجود سلطة تشريعية، مش كده؟ عندما تجمع السلطة التنفيذية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يعني تعمل قانون وتبقى هي المكلفة بتطبيق هذا القانون، يحصل خلل في التوازن بين السلطات. ده هو المبدأ الثابت. لكن نحن نتحدث عن وضع سياسي غير مستقر، فترة انتقالية مرتبكة، ثورتين، أحداث سياسية إلى آخره.
كل ما نرجوه وكل ما نأمله في المستقبل أن يكون هناك انتخابات برلمانية تفرز تشكيلة اقتصادية واجتماعية معبرة عن التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية في المجتمع، حتى نستطيع أن نواجه هذه الترسانة التشريعية، لأن القانون المصري لا يحقق العدالة لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية بشكله الحالي، لأن من كان منوطا به وضع التشريعات في السابق هو الحزب الوطني الذي كان لصيق بالدولة المصرية، والذي لم يحاسب أحد من أفراده على الفساد الذي انتشر خلال فترة الحكم. ونتمنى ألا تتكرر تجربة التصاق حزب ما بالدولة ويختلط بها ويندمج بها حتى يصبح جسد. هل تعول كحقوقي كثيرا على البرلمان القادم؟ هل ترى أنه سيكون برلمانا قويا، أم أن ما يحدث من شقاق سياسي وما تشهده الساحة السياسية من ضبابية فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية يجعلكم أكثر تشاؤما؟ لا، هو لا من قبيل التفاؤل ولا من قبيل التشاؤم، ولكن بقراءة للواقع هذا البرلمان سيأتي برلمانا عشوائيا عبثيا، لن تكون فيه هناك روح سياسية غالبة، ولكن هيبقى متناسر، هيبقى منقسم شأن ما يحدث في المجتمع، لأنه هيعبر عن التعبير الحقيقي للمجتمع المصري منقسم، فالبرلمان سيأتي منقسم. لكن ما نتمناه بعد الانتخابات البرلمانية وبعد إعلان النتائج أن يظهر داخل البرلمان تيار متماسك لديه رؤية إصلاحية للمجتمع. ده يحصل، ده اللي أنا متفائل أنه هيحصل. مين مع مين بقى؟ فلول مع سلفيين مع ليبراليين، الله أعلم، لكن في النهاية هتبقى موجودة تيار داخل البرلمان. أنا أعتقد أن البرلمان ده، هذا التيار سيقود حركة إصلاح، نتمنى أن تساعده السلطة التنفيذية في تنفيذه. طيب أخيرا، وكنا نتحدث عن الأمن في الولايات المتحدة، مصر الآن يعني دولة في صراع كبير مع الإرهاب، وما يحدث في سيناء هو أكبر دليل على ذلك. أنت كحقوقي هل ترى أنه في النهاية يعني الحل الأمني سيفضي إلى حوار مجتمعي، أم أنك ترى أنه يجب أن يتواكب ما يحدث من حل أمني مع حلول أخرى؟ مع وجهة النظر الثانية، لو أحضرنا قنابل نووية لنلقيها على الإرهابيين لن ينتهي الإرهاب في مصر. ويعني أتمنى الناس تسمع الكلام ده، الإرهاب يواجه مع مواجهة مسلحة مع العناصر المسلحة، ولكن متى سنملأ الفراغ الذي تركه الحزب الوطني؟ ما نقدرش ننكر، يعني سيبنا أنه كان سياسي ولا مش سياسي، كويس ولا مش كويس، لكن في النهاية كان في هيكل تنظيمي اسمه الحزب الوطني، في 3 مليون مشارك يمارس العمل العام أو العمل السياسي بصرف النظر نتفق ونختلف معه، وكان لدينا تنظيم اسمه جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم كبير ودولي ولديه التصاقات واحتكاكات بالجماهير وبالحياة اليومية. متى سنملأ هذا الفراغ الذي تركه الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين؟ وأعني بهذا الفراغ هو الفراغ السياسي. متى سنكتسب ونستقطب؟ هو فراغ سياسي فاسد، يعني هو فيما يبدو أن دولة متغولة أنتجت هذه النوعية من المعارضة لها هي بنفسها، يعني حتى حينما آلت إليهم أمور الحكم في البلاد تعاملوا بنفس منطق الحزب الوطني. يعني عندي فراغ ولا ما عنديش؟ عندي فراغ، هناك فراغ، ولكن يعني ما الذي يمكن أن يبذل من مجهود في إطار حل هذا الفراغ؟ هل يمكن أن يجرى مثلا حوار ما بقيادة ما، يعني حتى تتحلحل هذه الأوضاع يعني وهذا الانقسام؟ يعني الحوار، أنا رأيي خلي مسألة الحوار لأنها دي عليها جدل كبير. خلينا الأول، فين الشباب؟ أين الشباب؟ فين المشروعات القومية للشباب لجذبهم لممارسة العمل السياسي لخدمة الدولة؟ فين الأحزاب السياسية اللي تستطيع؟ طب عفوا المقاطعة، يعني المؤتمر الاقتصادي فيما يبدو أن هناك كان الكثير من الوعود، يعني حتى أن هناك عاصمة إدارية يقال أنها قد لا تكفي العمالة المصرية لإنجازها، يعني قد تستورد عمالة جديدة. كيف ترى ما حدث في المؤتمر الاقتصادي؟ هل سيحل أزمة الشباب في مصر، أم أن الوضع غائم بالنسبة لك؟ أنا أتحدث عن ملء الفراغ السياسي. أنا أريد أتحدث عن الشباب داخل السياسة. الشباب يريدون حل مشكلة البطالة في البداية. السياسة هي بطالة، البطالة هي سياسة، والاقتصاد هو سياسة. نحن نريد شاب مصري ومواطن مصري ينشغل ويشتغل بالشأن العام، يكون منشغلا ومشتغلا بالشأن العام.
هو ده اللي هيحمي الدولة المصرية من الإرهاب. مشكلة الإرهاب إنه أنت بتواجهه في الصحراء لكن لا تواجه أفكاره في الشارع، فعشان كده أفكاره موجودة في الشوارع، في بعض المساجد، في بعض الأحياء، وفي كثير من المنازل. أنت بتواجهه مواجهة مسلحة، تكسب مرة وهو يكسب مرة، لكن في النهاية هي مواجهة فكرية. يجب أن يسير زي قضبان السكة الحديد، أسلحة ودبابات وطيارات وفكر سياسي، عشان يبقى عندك مجتمع سياسي زي اللي موجود في الولايات المتحدة. ما هو المجتمع اللي في الولايات المتحدة مجتمع سياسي، يعني اما ديمقراطي اما جمهوري، وفي مشاركه في الانتخابات وعدم المشاركه في الانتخابات. يعني فيما يتعلق بالوضع الان والتجاذبات الاعلاميه، قد يتهمك البعض انك موالي للولايات المتحده وانك مؤيد لها، يعني في ظل الاوضاع ممكن نحلف لهم الغائمة. لكن في النهايه يعني دي كلمه حق. بدانا من بالتيمور فعلا وانتقلنا يعني نقلتنا المشاكل الى القاهره. نريد ان نكون مجتمعا سياسيا قائم على قاعده قانونيه مجرده دون تمييز، وأن تكون هذه القاعدة القانونية صادرة من نائب حقيقي أتى بانتخابات حقيقية. نتمنى ذلك، ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. أشكر لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، انتقلنا فيها من بالتيمور إلى القاهرة مرة أخرى. غدا مشهد جديد، موضوعات جديدة، فريق عمل جديد. كونوا دائما مع قناتي للأخبار.